المدينة ديال عين السبع كيشكر لي ان الحكومة عارفين المشاكل المشكل الكبير عندكم انتم هو المشكل ديال اعادة الهيكل مجموعة ديال الناس ما محصيتش وما غيستافدوش مجموعة ديال الناس اللي عندهم الصلاة اللي عندهم الشناج هادو كلهم ناس اللي ما غيستافدوش خاصكم تصوتوا على انسان اللي غيفك لكم هاد المشاكل انسان اللي عايش معاكم هاد المشاكل وكيعرفها راه مجموعه من المرشحين ما عارفينش هاد المشكل ديال الصندوق ديال اعاده الهيكله وديال الشيناج فهمتي هادشي كان كيعرف غير انسان محصي راه يستاهل والعائله المركبه الناس اللي كتلقاه مثلا محصي في 83 ولا في 84 ولا في 2000 ومعاه دابا ولدو ولا بنتو هاد الناس هادو كلهم خصهم يتخاضوا بعين الاعتبار وخصهم كلهم يستافدوا ربما المشروع ما كاينش ولكن تيخص هاد الناس يتحصل ويعاودوا فهمتي يعاودوا شي مشروع اخر كيف ما تسكت العصار في الحقوق والوفاء خمسه تيخص هاد المشروع ديال عين السبع المخالف خصو يتخلق ليه واحد الملحق اللي غيتم فيه إعادة الهيكلة لهاد الناس هادو اللي باقي ما استافدوا شيء عين السبع المخالف هذا الحالة ديال عين السبع المخالف وكان الشيء هذا كيتعمم على الحنشاء على ولاد موسى على ولاد مبارك على سميتو دوار بني مسكين هادو كاملين عندهم خاقصة عندهم الصاد هادو كلهم يعني عيش بناء عشوائي كلهم خصو إعادة الهيكلة لأن الحشومة حنا في 2021 والناس باقيين بلا واد الحار بلا لا بلا عار علينا هنايا كمنتخب وبالتالي راه خصكم تصوتوا على الانسان اللي غيوقف معاكم وعارف هاد المشاكل الناس راه ماشي راه كاع المرشحين كلهم عارفين هاد المشاكل وكاين اللي ما عارف كاع المشاكل كاع عمرو ما عاشها وكاين اللي ما عمرو ما وصل لهاد المناطق هاد المناطق ديال الدوار اللي فيها اعاده الهيكله انا مأكد بان كاين مرشحين حاليا اللي ما عمرهم وصلوا لهاد المناطق وما كيعرفوهاش وبالتالي كيفاش غتقولي هذا هو ما جاش حتى في الانتخابات الحمله الانتخابيه ما جاوش سولوا فيكم وهضروا معاكم وسقساوكم على مشاكلكم كيفاش هذا غيجي عندكم من بعد الانتخابات هذه نجي اعاده الهيكله وهذا هو المشروع الكبير عندنا في الفتره حنا كمنطقيه اللي هضرت عليهم هادو عندهم واحد المشكل ديال عطاف الشباب ما باغي القبيله الشباب حداه الشباب حداه ونلحقوا فيه حداه القذاف ديال المحيا اش غايدير ما عنده ما غايدير غايدير عيش دونك الشباب خصنا نقربوا لهم واحد الجوج نكثروا من دور الشباب ملاعب الحوض فين نشطوا هاد الشباب باش يبعدوا من هذيك البليات كاملين اللي متواجدين يبعدوا منهم ونحركوهم الى احسن وتحرك شويه التشغيل يعني واخا ماشي من الاختصاص ديالنا حنا كمجلس يعني نحاولوا نفتحوا احياء صناعيه جديده اللي تجيب واحد تجيب مثلا شركات اخرى يجيو مدينات اخرين اللي بحال دابا هادشي اللي بولاد الوضحله باش على اساس باش تخلق شي شويه مناصب شغل لهاد الشباب هادو اللي غادي اللي غدا راه خصهم يلقاو وبصفه عامه راه المغاربه ما كيقلبوش ما تيقبلوش شي حاجه كبيره المطالب ديال المغاربه بسيطه كيطلب يخدم يتزوج يدير محل فين يسكن ويولد وليدات ويمشيو يقضيو في المدرسه ولا مرضو يمشيو للطبيب الدواء في الطبيب عند المخزن هذا هو اللي كيطلبو دونك غير هذا الشيء هذا مطالب بسيطه اللي هي مطالب منطقيه ومعقوله وتيخصنا في 2021 نكونوا وفرنا هذا الشيء هذا وفرناه للساكنه ديالنا وشكرا لكم.